حمزه، كيف يعني في النظم هذه بتاع التغيير الراديكاليه كيف يمكن معها ان نغير ونحن فقدنا العنصر الثالث وهو ضروره تحديد الاهداف في التكنوقراطيه بتاع التغيير، ونعرف ان النظم الراديكاليه بتاع التغيير تقوم على ثلاث، ما كيف يعني يمكن ان نفعل هذا التغيير ونحن فقدنا عنصر من عناصر التغيير الراديكاليه؟ لا تفوتك الاجتماع. سؤال الأستاذ حمزة، يعني عادة الاتجاه الاقتصاد الموازي هو في غياب حيلولة في الاقتصاد المنظم، معناتها لو ما لقاش أشياء أو أي الاقتصاد مناخ منظم باش ينخرط فيه يمشي الاقتصاد الموازي، ولكن في التقرير اللي قدمته تقرير مناخ الأعمال يقول تونس عندها 36% من حجم تدفق السلع في شكلها الموازي او غير شكل، ولكن هو هنا يحط انه فما 36% فما اللي هما معناتها في شكل مقنع اصحاب شركات وعندهم لكن خرجوا سلعه من غير فواتير، هذه يعتبر اقتصاد موازي. فهذه معناتها ما معناتها حبيت معناتها تشوف تفاعل فيه. شكرا. كون لازم تكون عندنا رؤيه المدى البعيد الطويل، باش نكون عندنا رؤية على المدى الطويل يظهر لي كونه على شنو باش نبنيو الرؤية هذه، هل نجمو نبنيو رؤية في مخصوص مجتمع، في مخصوص شعب، في مخصوص معناها كوليكتيفيتي تاع عباد فقط على الاقتصاد؟ مش ممكن. معناها المشكل الأساسي اليوم مش تونس بركة فقط، العالم أجمع هو مشكل حضاري. هل نجمو نبنيو مجتمع اللي تكون فيه قيم دي فالور اللي هما يرجعوا للروحانيات، دي فالور سبيريتوال، دي فالور مورال، دي زوبجيكتيف مش فقط اقتصاديه، لان حسب اللي نسمع فيه تو في برشا بوكو دانترفونسيون بارتو في تونس في الندوات الى اخره، ياسر ولينا نقتصر الاقتصاد الفلوس المشاكل الماديه والى اخره كوم سي سيتيت اون باز بور لا سيفيليزاسيون. هل اجوردي اليوم هل فما اليوم حضاره ايه ولا لا؟ واحنا لنا حضاره ننتميو. وقت اللي كانت قبل حتى العثمانيه، العثمانيه كانت موجوده قوية، كان فما حضارة سموها حضارة إسلامية، كان فما سوليداريتي مينيموم بين العباد، فما يونيتي دو بونسي، العباد عندهم أفكار معناها بلوز أو موان كومون، وعندهم رؤية إلى آخره، عندهم حاجة يرجعونها اللي كانوا يتشاطروها ويتقاسموها. ولكن اليوم وأنا بارلي دو بلون مارشال، السيدة بارلي دو بلون مارشال بور لا تونيزي، سي اون إيدي pour qu'il y ait un plan Marshall, il faut qu'il y ait une solidarité. En même temps, il y a une concurrence terrible. Nous avons l'iqtisad al-alami, on a dit qu'il y a une concurrence terrible. Il y a une concurrence dans les intérêts des uns et des autres, avec des guerres, le pétrole, l'iqtisad, tout le contradictoire. avec une concurrence terrible, شكون يطيح صاحبه وشكون يبيع خير من صاحبه وانت شنو معناها il y a une confusion, une très grande confusion qui fait que العباد بصفه عامه ils ne se retrouvent pas, ils n'arrivent pas à penser d'une façon cohérente sur l'avenir. Quel est notre avenir? Est-ce qu'on a un avenir tunisien? Est-ce qu'il y a réellement une économie tunisienne? Plus qu'on demande un plan Marshall, c'est qu'il n'y a pas d'économie tunisienne, ça n'existe pas. Il n'y a plus aucune économie nationale. Chocolat. Il y a une économie internationale, mondiale. Si jamais le chocolat, avec ça. Merci. S'il part, وهذا يعني جسد من خلال أمثلة التهلية العمرانية، يعني بما أنه موجود أمثلة التهلية العمرانية، دونك هناك كانت هناك سياسة عمرانية. لكن أن نحذف يعني مدى نجاح او فشل هذه معناتها السياسات لهنا يعني يختلف الامر. بقى يعني السياسه العمرانيه يعني في تونس يعني عرفت يعني منذ الاستقلال، يعني منذ الستينات، يعني اعطت
الأولوية إلى جهات دون جهات أخرى، بالأساس يعني أعطى الأولوية إلى المدن الكبرى، وهي المدن المتركزة يعني على الشريط الساحلي، واعتبرت يعني أن المدن هذه تمثل الواجهة مع الدول الأوروبية، في حين يعني الأولوية هي جسد من خلال يعني المشاريع يعني الاقتصادية، يعني الأنشطة الاقتصادية يعني الكبرى، الخدمات يعني الراقية، يعني كلها يعني كان تركزها في هذه المدن الكبرى، في حين يعني المدن يعني الأخرى يعني المدن الداخلية يعني ظلت هي مدن بالأساس يعني توجه خدمات يعني إدارية إلى الفئات الاجتماعية الموجودة يعني. ولهنا يعني نحب نربط يعني مسألة يعني المدينة بالتنمية ثم يعني بالاقتصاد يعني الاقتصاد الموازي، لأن المدينة يعني هي النواة الأولى للتنمية. طبيعي جدا يعني إذا كان يعني هذه المدن يعني الصغرى الموجودة يعني في المناطق الداخلية والحدودية اللي ما فيها اللي هي من المفروض كانت تلعب يعني دور الأساسي وهو دور تنمي، ما هيش باقي تقوم يعني بهذا الدور. دونك سي طبيعي يعني جدا، وانه الفئات الموجوده يعني باش تبحث عن طرق يعني جديده ووسائل جديده لتحقيق يعني المعاش، وهو يعني في جزء منه الاقتصاد الموازي. ولو انه لهنا يعني الاقتصاد الموازي لابد من الفرق يعني بين الشخص الذي معناتها يذهب باش يجيب معناتها بدون مزروط ولا حاجه اخرى يعني باش يعيش، وبين يعني الاقتصاد الموازي اللي نعرفه الكل واللي تدير يعني تقوم بادارته لوبيات اقتصاديه وماليه كبرى. وشكرا. تاريخيا الاقتصاد الموازي انتج على منوال التنميه اللي كانت معتمدته البلاد في الحقبه التاريخيه الفايته، والمنوال التنميه هذا ما قدرش باش يحقق النمو، نسب النمو في أحسن حالاتها في الخمس سنين الأخرانيين قبل الثورة وصلت 3.5%. ب 3.5% لا تنجم تعمل تنمية، لا تنجم تخلق مواطن شغل، لا تنجم تعمل حتى شيء. زاد على ذلك أنه السياسة اللي كانت معتمدها هي سكونتوني 3% دو ديفيسيت ولا أقل شوية بوغ إتخ بون إيلاف دي إنستيتيسيون فينانسيير بو بوفوار أكسيدي أو مارشي إنترناسيونو. إي دونك عدم اعتماد سياسات مالية توسعية للاستثمار في المناطق الداخلية شجع الاقتصاد الموازي. دونك فاليت تروفي متنفس للناس باش تنجم تعمل في هذا المجال. ولكن السياسة التنموية ماهيش هي الوحيدة اللي كانت الأوريجين نتاع الاقتصاد الموازي. الاقتصاد التونسي كان اقتصاد ريعي، اون ايكونومي دو غونت، اي دونك لاكسي للسوق مقنن، ما يدخلولوش اللي يجي، يا اما باسكو سي انستيتيوناليزي يعني القوانين تمنعك من الولوج للسوق، ولا ثم لوبيات ما تخليكش تدخل للسوق. دونك الولوج الى السوق ما يخليش الناس تدخل باش تمشي للاقتصاد العادي فتمشي للاقتصاد الموازي. تقليص الحريه الاقتصاديه وتقليص حريه المبادره، 75% من الاقتصاد التونسي اليوم خاضع الى رخص. باش تتاجر في الدخان لازم تكون عندك رخصة، باش تتاجر في المازوت لازم تكون ولا في ليسونس لازم تكون عندك ليتابليسمون كلاسي. اي اوبتونيغ ليتابليسمون كلاسي سي معناتها سي دو دومين دو لومبوسيبل في تونس. باش تكون عندك مستودع للتجارة في المواد البترولية معناتها سي ان باركور دو كومباتون، يفو كومبخوند هذا. ثلاثة اللي السياسة التي اعتمدت كذلك هي سياسة لوبيات. الاقتصاد الموازي ما كان ينجم يتطور إلا على خاطر فما وجر عليه الأستاذ، إلا على خاطر فما فساد في الإدارة اللي تمنع البعض من الناس أنهم يحتكروا التوريد. خاطر الاقتصاد الموازي شنو هو؟ توريد، أكثريته توريد وتوزيع. دونك احتكار التوريد هو اللي يسمح لهم بطبيعة الحال احتكار التوريد. وقت اللي تشوفوا لي ديكلاراسيون دوانيير معناتها شيء شبه الكذب، سلعة لازم تخلص 30% تخلص 5%، وسلعة لازم تخلص 100% ما تخلص حتى شيء، يا سيدي سويت. دونك احتكار القدرات على التوريد
كذلك اتاحت الفرصه للنساء دوما. اخر حاجه نحب نقولها انه السلطه مش ما كانتش عاجزه على تغيير المنوال، ما كانتش عاجزه، ولكن فما سياسه ممنهجه هي اللي ما خلتش السلطه تنجم تبدل المنوال، لان المنوال هذاك هو التشخيص بتاعه مش لازم نرجع عليه نعرفوه كله، ولكن السلطه كانت غير قادره على تغيير المنوال، والاقتصاد الموازي تطور ونما كونتوتوني دون رياليتي بوليتيك ولا دون ايكونومي بوليتيك واحد، ولكن كذلك لانه فما اشياء السلطه كانت غير قادره على السيطره عليها باش نجم تقدر في هذا المجال. شكرا. إذا كان نحبوا نمروا لمرحلة تخطيط المستقبل الجديد لتونس، عنا ذكر معناها في معناها السادة فما محاربة الاقتصاد، فما المحور الثاني الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الفساد، التأسيس لمنوال تنموي جديد، وإصلاح المنظومة التعليمية، وهذم أربع محاور انتر كونيكتيف، بلاش بيهم ما نجموش ندخلوا المرحلة مع إصلاح. واليوم قعدنا في تونس نعمل في الامبروفيزاسيون، فما حتى بديل سياسي والحزب السياسي بعد 2011 قادر على اقتراح تصور جديد للاقتصاد التونسي. اليوم المناخ في تونس ذكروه الجماعه الكل انه عندنا مشكله في المنظومه التعليميه، الجامعات بتاعنا ماهيش قاعده تخرج في ناس عندهم دي كومبيتونس انهم ينجموا يدخلوا في ايكونومي كرياتيف، ينجموا يلقوا بدائل جديدة. حاجة نختم بها هي الأنيكدوت، معناها الحقيقة معناها الاقتصاد الموازي هذا حاجة أعجوبة. كيفاش أعجوبة؟ معناها أون إيكونومي تري بوانتو، يكري لو بوزوان، يلقى الريزو نتاعو تاع لي فورنيسور، يلقى لي ريزو نتاع الديستريبيسيون، يلقى الفينونسمون، ويدخل في الإنتاج ميديان، قاعد يعمل في مارج دو بروغريسيون، ويعمل في يحقق في تنمية أقوى برشا معناها من الاقتصاد المهيكل. لأن كي نشوفوا الريتينغ نتاع تونس في دوينغ بزنس معناها نلقاو احنا في الحضيض. دونك هل ترتيب المحاور اللي نعاودهم محاربة الاقتصاد الموازي، استراتيجية وطنية لمقاومة الفساد، تأسيس لمنوال تنموي جديد، وإصلاح المنظومة التعليمية. إذا كان ما يخدمش المحاور هذا مع بعضها ما نجموش في حتى محور منها. أخيرا سيكاش. نحكي قصة صغيرة من تاريخ تونس على علاقة الرياضة بالتريتوار. تقريبا 700 جزيكية مدينة قرطاج دخلت في حرب مع سيران. الحرب طالت سيران اللي هي في ليبيا. الحرب طالت برشا في الأخر وصلوا الاتفاق أنهم يعملوا معاهدة وقف الحروبات واتفقوا أنه يخرجوا دوز اتلات من قرطاج ودوز اتلات من سيران ويقعدوا يمشيوا، والنقطة اللي تلاقوا فيها هذيك النقطة اللي تحدد الحدود بيناتهم. انطلقوا لي دو فخير فيليس من قرطاج وابارامون جراو الليل ونهار لين وصلوا وقت اللي تقابلوا مع زوز اللي خرجوا من سيران في نقطة أقرب لمدينة سيران منها من قرطاج. دونك رفضوا الآخرين النتيجة بتاع السيبات عليهم واقترحوا عليهم يا إما يعاودوا الكورس من جديد والا يدفنوهم حيين في النقطه اللي وصلوا لها. وافكتيفمون علاقه القرطاجيني بالتيريتوار تاعو خلات انه الدوز اتليت هذوما يقبلوا انهم يدفنوا حيين وتحطت لهم انستال غاديكا. هذا يجرني الى سؤال على العمران. سؤالي هل انه تاريخ تونس بالديانات وبالثقافات وباللغات اللي عبرته يخلينا اليوم في اشكال في بروبليم دو كوهيرونس دي بوليتيك اوربان، كل دياله وكل ثقافه عندها تنظيمها مدينتها اتسيتيرا. السؤال الثاني متعلق باللا موبيليتي دي جون، اسكو اي ا كيل بوين لا موبيليتي دي جون بوغي اتر ان فاكتور ريغولاتور دو نوفيل بوليتيك اوربان. الاسئله في الباب الاقتصادي، وهنا نجيب ملاحظه تاع الاخ، سي فري كو المارشي باغيل الى اون تيريبل كاباسيتي دادابتاسيون. دونك الكاباسيتي دادابتاسيون هذه ماهيش موجوده في الحكم وفي البلاد التونسيه. دونك اسكو سان بوز با ان بروبليم اون كيسيون دو غوفيرنونس دو ليكونومي
تونسيان اكثر منه بوليتيك ايكونوميك. السؤال الاخر هو يقدروا نسبه النمو المقدره في افريقيا 2018 ب 24%، هل انه الاقتصاد الموازي باش يكون هو المدافع الاساسي، وهل الاقتصاد التونسي ينجم ياخذ طيب في حلول حل حلول المشاكل الاقتصاديه في افريقيا؟ شكرا. وهو باحث في علم الاجتماع الحضري بالمرصد الوطني للامن الشامل. الحقيقه اخترت هالجمله هذه وجمله ونص لانه سي نبيل كان باش نحكي لكم على شنو يعمل، السي في نتاعو طويل جدا، هو الان يحضر في دكتوراه وهو في نفس الوقت في علم الاجتماع الحضري دكتوراه. لا مش في علم الاجتماع الحضري، وهو يشتغل ايضا في مجال المحروقات ولديه اهتمامات عديده متعدده. مش نلاحظوا زادة لهذا بشاتي عمق لتحليله ولاستعراضه لقراءة للمجال الحضري لمدينة تونس، الطبقات والروابط الاجتماعية من خلال قراءة للمجال الحضري لمدينة تونس. تفضل سي نبيل، منتظركم وغدو نسمعه. شكرا. في البداية أول ما أعبر عن سعادتي وسروري أن يكون موجود معكم اليوم. شرفني الدعوة التقديمية للجاسمين فونديشن شرفت معكم في هذا اليوم الدراسي، الحقيقة أنه هو على غاية من الأهمية. السياسات العمومية بين الاستراتيجيات التنظيم والانتكاسات، وأعتقد كل محور في المحاور هذه هو على خلال نجم يكون معناها مبحث فيها. وأحيي هذا الاختيار على اعتبار القرار اللي موجود اليوم من باب دراسة السياسات العمومية. نحن البلد عنده دليل، عنده قرب، عنده ممارسة، عنده تعدينا برشا مراحل، ولكن يجب المراقبة لمعرفة أنه احنا سيرورة مجموعة تحديات. وأعتقد أن مدخل السياسة العمومية هو من أهم المداخل. لذلك أعبر عن سرور أن تواجد مع أصدقاء كما أستاذ حمزة، كما أستاذ ماهر، كما أستاذ حامد، مش يكون مداخل كذا في التكامل والنقابة في نفس الوقت بالنسبة للقانون. أحيي الأخت الشهيرة على تقديم هديانا. أنا الحين عندي زوز أبعاد معناتها في كلامي، عندي بعد أول أني أنا ولد الإدارة التونسية، قريت في المدرسة الوطنية للإدارة، عملت المعركة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة، وأمات الإدارة العمومية، أنا موظف عمومي، اشتغلت في مجموعة من الوزارات، وزارة المالية، وزارة التنمية الاقتصادية، في مرحلة أخرى الوزارة الأولى، كنت أنتمي إلى هيئة الرقابة يراقب المؤسسات والمشكلات العمومية، وعلى مدى بعد 25 سنة من الممارسة دونك احتكيت بالسياسات العمومية كموظف بسيط، ثم كموظف في مراحل معينة مع التطور المسيرة الهندية، ولكن في نفس الوقت أحمل هم معرفتي بحثي، أني عملت مع حاتم شهادة دراسات معمقة في التعمير والتخطيط والتهيئة العمرانية، ثم عملت ماستر في سوسيولوجيا المؤسسات، واشتغلت على مدينة تونس على الطبقات الاجتماعية وعلى بعض الحياة الراقية في مدينة تونس في مرحلة أولى. ثم من الأشياء الكبرى اللي نفكر فيها هي مسألة التغيير والتغيير المؤسسات وإصلاح الدولة بصفة عامة وإصلاح الإدارة. دونك هذا بصفة عامة على المسار اللي أنا معناتها كشخص. باش ندخل مباشرة في الموضوع، الحقيقة أن المداخلة باش تكون زوز مراحل. أما المرحلة الأولى على السياسة العمومية، لا يمكن أن أمر دون أن أعطي بعض الخواطر حقيقة وبسرعة حول رؤية الخاص بالسياسة العمومية في تونس، نقطة أولى. ثم أمر في المرحلة الثانية إلى العنوان الذي معناتها شاركت به، وهو الاتكاد أو الطبقات الاجتماعية والروابط الاجتماعية من خلال نموذج مدينة تونس، وهو مبحث في سوسيولوجيا المدينة في صحراء البحر. الحقيقة السياسة العمومية إحنا في تونس عندنا تجربة وعندنا ممارسة، إدارة عالقة، دولة عالقة نسبية، عندنا مراقبة نسبية للمجهود الإصلاحي منذ الإصلاحات الوطنية إلى الدولة الحديثة، وأن نجم نقول في صفة أولى للسياسات العمومية هي في علاقة إذا ناخذ بعد 56 بما يسمى سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي سياسات كانت حقيقة براغماتية متحولة بتحول الظرفية السياسية والزمنية. إذا نجم بصفة سريعة الحقيقة، إذا ننتقل من سنة 56
هي سياسة أولية لتركيز الدولة لعصرنة الإدارة ولتوسط الإدارة من مرحلة الخروج من الاستعمار، كذلك لمحاولة بناء المؤسسات كما مؤسسة كما البنك المركزي وتوسط الإدارة التي كانت متواجدة في ذلك الفترة، لكن الجزء الكبير منها إدارة فرنسية. نأخذ مثال وزارة التشغيل في تلك الفترة، كانت إدارة عامة لبولي ترافو بوبليك، كانت موجودة معها نصوص قانونية تنظم المسائل في علاقة بالترافو بوبليك، ولكن هي النواتج بناء وزارة التشغيل في مرحلة ثانية. كذلك مجموعة من المؤسسات كما لوفيس توبوغرافي كارتوغرافي ديوان الزراعي مثلا في تونس إلى آخره، لقيت مجموعة من الوزارات معناتها والمؤسسات الفكرة الأولى مع 56 وزارة المالية وما إدراك الخزينة العامة للدونك، كانت مجموعة من المؤسسات كانت موجودة تم تنظيمها ودعمها، وكل كذلك مؤسسات لم تكن موجودة كان من الواجب بنائها. ثم تأتي المرحلة الثانية اللي هي تجربة الدعم، وبعد من بداية 60 إلى مرحلة 69 تجربة سياسية هامة في البداية التونسية أثرت إلى اليوم ما زالت تؤثر، وكانت معناتها الهدف الأول هو بناء قطاع إنتاج اشتراكي تعاطي في تجربة خصوصية، ولكنه بدأ بفشل في هذه المطاف، يعني فشل سياسي أكثر منه فشل واقعي، لأنه التجربة على أرض الميدان لم تكن طويلة. ثم المرور بعد التجربة الاشتراكية إلى مرحلة الانفتاح الاقتصادي بعد 69، وكان ثم رجل محوري في بناء السياسات العالمية اللي هو الوزير الأول الأسبق السيد هادي بيرا، أنه هو بدأ بالسياسات الأولى للانفتاح الاقتصادي لإدخال اقتصاد وأهمية السوق الاقتصاد الوطني، وانطلاقا من تلك الفترة بناء سياسات عمومية كبرى متمحورة حول الطبقة الوسطى، وكان هذا مكتوب حتى وكان في المخططات أنه البناء أن الطبقة الوسطى ستكون هي الدائمة للتآزر السياسي أو الدائمة للنظام. وكانت أهم السياسات في تلك الفترة هي سياسات إيطالية، تهم مجال السكن، تهم مجال النقل، تهم مجال الخدمات الحضارية، تهم جميع المجالات الإيطالية، مؤسسات لوناس، لافاش، لافتي إلى آخره، والمجالات هذه كلها كانت علاقة بالبنك المركزي، كانت فما برشا تعاون في تلك الفترة، وطبعا هي اللي عطات الصبغة الأولى أو الميزات الأولى للسياسات العمومية في تونس، والتي تميزت بأول ما تميزت به بقطار الإدارة أنها سياسات عمومية إدارية سيكتورية. هذا كان فيه أشياء إيجابية، ولكن الحقيقة فيما بعد سيصبح نقطة سلبية للجانب الإيطالي. هي كذلك كانت سياسات عمومية بيروقراطية وتكنوقراطية، على اعتبار أنه كانت هناك مجموعة من الآليات مع الاعتماد تقوم على دراسة جدوى، دراسة اقتصادية، دراسة مالية إلى آخره، وهي كذلك سياسات زبونية كما تحدث حاتم، كانت حسب الفترات وحسب السياقات تتجه إلى فئات دون أخرى، وكان في مجال ما يسمى الضبط أو التضبيط الاجتماعي في علاقة بين المجال السياسي والمجال الاجتماعي. هي كانت كذلك سياسة تقليدية كلاسيكية تقوم على رصد الاعتمادات وإنجاز برامج دون تقييم النجاح، وتقوم كذلك على غياب المشاركة السياسية والمجتمعية في صياغة هذه السياسات، وهي لا تعكس اختيارات أو نقاشات مجتمعية بقدر ما تعكس نظرة عمودية إسقاطية من الفوق نحو المجتمع ونحو الدولة، بالإضافة وهذه حاجة هامة ياسر إلى الاختلافات بين المستوى المركزي على مستوى صياغة هذه السياسات والمستوى الجهوي في تفعيل هذه السياسات، لأن الحقيقة الإدارة التونسية ليست متجانسة بقدر ما هناك ميزة تهم حرفية أو العقلانية المهنية التي كانت على مستوى الإدارة المركزية على مستوى الوزارات من حيث سياسة هذه
هذه السياسية بقدر ما هناك مقاربة سياسية زبونية على المستوى الجهوي عند تفعيل هذه السياسات. ولنا نميز بين زوج مسار كبرى على مستوى الولايات، الوالي اللي هو ممثل سياسي لرئيس الجمهورية وللدولة التونسية، طريقة التعامل مع الفئات الاجتماعية أو طريقة تنزيل السياسات العمومية كانت تقوم على مقاييس الولاء أكثر منه على مقاييس موضوعية. دونك الأشياء هذه أعتقد أن السياسات العمومية كانت آلية من آليات ولاء السلطة. ثم نأتي في مرحلة أخرى أنه بعد 1986 وظهور الأزمة، أزمة النموذج المالية العمومية، أزمة النموذج الاقتصادي، زاد أزمة مديونية ونضوب السياسات العمومية، وأكثر نضوب سخاء هذه السياسات العمومية، لأنه في البداية كانت نوعا ما السياسات لم تكن متقيدة بالنورمالية وتقلص، أدى التفكير إلى تقلص في دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، وظهور برامج للخوصصة وإدخال القطاع الخاص وإحداث ما يسمى برامج خوصص المؤسسات العمومية. وأعتقد أنه 23 من 86 و 87 حتى 2011 تميزت بهذا الجدل حول دور الدولة وبقائها فقط في القطاعات الاستراتيجية وتخصيص كل ما هو تجارة. ولكن في حقيقة الأمر الاقتصاد التونسي ما زال إلى اليوم يقوم على دور العمومي، مؤسسات المنشآت العمومية هامة جدا، قطاعات كبرى تقوم عليها تقوم بها مع الدولة تماما، مثلا خلال قطاع النقل بكل أصناف نقل البر، كل ما هو نقل حضري أو نقل داخل ما بين المدن أو نقل داخل الجهات، النقل البحري، النقل الجوي، كلها مؤسسات المنشآت العمومية. في مجال المحروقات، في مجال الطاقة، في مجال الخدمات الحضرية كما السونيت، كما لوناس، كما ستيب إلى آخره، لاحظنا بعض الشيء تقلص الدولة مع مجال المال البنكي، ولكن مازال اليوم عنده أهمية. وكما قال الأخ بكل زيادة الاقتصاد التونسي مازال الإيكونومي في جانب كبير منها أدمينستري، معناتها مجال كبير مثلا نتاع أسعار نتاع قوانين يقع تحديدها من قبل سلطة الإشراف إلى آخره. والإشكال الكبير اليوم بعد 2011 هو كيف المرور إلى نموذج آخر ومسألة إصلاح المؤسسات وإصلاح الإدارة. وأعتقد هذا رأي خاص أقوله وأسوقه في بعض من المرارة، هو كانت لنا فرصة تاريخية لإيجاد قفزة نوعية داخل أداء الإدارة التونسية، ولكن نسبيا فشلنا. إصلاح الإدارة العمومية مازالت مطلوبة، أنه كل حكومات ما بعد الثورة كشعار رفعها، ولكن كممارسة إلى اليوم ما زلنا نتخبط في نفس النقطة. هناك نصوص مالية وجب علينا أن نتم مراجعتها، معناتها نصوص تحد من الاستثمار، تحد من النمو الاقتصادي، تهم الصفقات العمومية، تهم الانتدابات، تهم كل ما هو إشراف المؤسسات إلى آخره. وبالتالي هناك كبح للطاقات الكاملة الموجودة داخل الاقتصاد، داخل المجتمع، وخلطنا إلى نموذج عن إفبركير. بقدر ما كان الدولة في المرحلة الأولى دافعة للاقتصاد وكانت مساهمة في البلاد، بقدر ما اليوم أصبحت كادحة وتحولت من قوة دفع إلى بيروقراطية. هذا رأي خاص، وهناك دعوة حقيقة إلى ضرورة التفكير مجددا في مسألة إصلاح الإدارة اللي هي أم الإصلاحات، إلى أكثر تشبيك، إلى أكثر ذكاء، إلى أكثر معناها إنوفاسيون في صياغة القوانين، إلى الاقتراب من الممارسات العالمية مع التمثل. الحقيقة أنا أدعو إلى هذا الإصلاح، ولكن هو إصلاح يحترم المؤسسات بمفهوم نراقب التجارب ولا نطلق الصفر. الانتقال من الصفر أو مسح الطاولة أو قلب الطاولة لا يؤدي بنا إلى نحن مجتمعات. أو مع التجربة بتاعنا فيها الغث والسمين، ولكن يجب أن نبث وقفة نقدية على هذه الممارسة. أمر مباشرة إلى النقطة الكبرى الثانية.
نتحدث فيها اللي هو المشهد الحضاري الحضاري في تونس والمراه السوسيولوجي لهذا المشهد. مدينه تونس دونك احنا هناك خمسه كيفاش نقول خمسه تشكيلات حضاريه كبرى معناتها اذا نحبوا نلخصوا مدينه تونس مدينه تونس دونك عندنا الجزء الهام معناتها اللي هو الجزء الثاني بتاعها مدينه تونس المدينه اللي هي معناتها تجاوز معناتها عمرها 1000 سنه اللي هي معناتها كبير وفي باش نقول عمرانيه وفيها فلسفه في انجاز هذه المدينه الخاصه بها دونك هي اختصاص كامل الموقع المركزي نتاعها جامع الزيتون الاعظم ثم مقر حاتم الاسواق ثم مناطق السكن الى اخره وهي اليوم حقيقه معناتها كلمه من البنود اللي يمكن استثماره معناتها في 2000 القرن نتاعها على اعتبار انها هي ذاكره وان هي تاريخ ورفض ويمكن تنظيفه زاد في صفه عصريه. الجزء الثاني الكبير اللي هي المدينه الحديثه اللي تنطلق من باب بحر اللي هي بدات مع الاستعمار وعرفت باشكالها الهندسيه ومعروفه لفرومنات دولابانيه اللي هو معناتها شارع بوربيه بوربيه حاليا ثم جميع التفرعات نتاع المدينه والتي نصل بها الى ساحه باستور اللي كانت بارلاسيت واللي هي نقطه تحول معناتها نتاع المدينه هذه. الجزء الثالث هو بروز الاحياء التصديريه الجيل الاول نتيجة أزمة الثلاثينات اللي هي سيدة المندوبية وجبل الأحمر وكان هناك نوع من معناتها بروز الأحياء لأول مرة ونتيجة النزوح معناتها من الأرياف نتيجة الأزمة التي مر بها الفلاح التونسي. ثم نأتي إلى المدينة الحديثة العصرية نتيجة دولة الاستقلال بعد 56 وهي ما أسميه الأحياء المرقبة من نبداو نضحكوا نبداو مثلا مانار 1 2 3 نبداو المنازل منزل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9A 9B النصر نصر 1 نصر 2 المروج مروج 1 2 3 4 5 6 كذلك زهور حيهات زهور 1 2 3 4 5 دونك جملة الأحياء المرتبة ولا هي لأن نشوفوا أنها سيكولاريزم هي حصيلة للسياسات العمومية التونسية. دونك هذه السياسات العمومية فيها مجموعة من المؤسسات كانت فاعلة نذكر من أهم المؤسسات الفاعلة كانت لافاش لاجونس فونسيير دو لافتا التي معناتها تأسست في سياق السبعينات وكانت من أحد أنا أعتبرها من أحد المكونات لبناء الطبقات الاجتماعية في تونس، هي مولد الطبقات الاجتماعية في تونس، لأنه لا لوجيك معناتها ديتريبيسيون ديالو طريقة تسويق المقاسم في إطار معناتها البناء الذاتي اللي هو البناء به الأحياء الهدية، يعكس وراء استراتيجيات مختلفة لفاعلين اجتماعيين مختلفين، وهي اليوم معناتها تحدد شوية الهوية الاجتماعية لأهم الطبقات الاجتماعية. دونك المدينة هذه اللي هي مترامية الأطراف معناتها شمال المدينة وجنوب المدينة هي نتيجة زادة تفكير، فما جيل منها إلي الحقيقة مثلا المنازل هي مواصلة للتجربة الاستعمارية بتاع 45 لأن نواتي كل منزل واحد موجود معناتها في نطاق ما يسمى لا بوليتيك دو روكازمون بعد أضرب الحرب العالمية الثانية ولا هي توجد برنامج كامل كان فما كتابة دولة لمجهود ما بعد الحرب لبناء العمارات، العمارات الأولى كنا تعرفوها يعني في ستة مهرجان هي عمارات بنيت في ما بعد 45 ثم المجهود تاع بناء المنازل والفيلا سيتي لا بيريود كولونيال والنتيجة دولة الاستقلال واصلت في نفس المسار بنفس الآلية دونك منزل 1 2 لو مش معروف 3 وصلنا لمنزل 4 منزل 5 لو لاسيك الكارنوا منزل 6 نتو في مرحلة أولى وزارة التجهيز ثم خديت بعد الكلاب عاش يبدأ منزل 7 منزل 1 في القصعة لأخيري النصر ثم مثلا ناخذ مدينة كما المروج مدينة المروج نتيجة تفكير واختيارات كما كان يقول حسب مثلا لو ديستريكت تونس ديستريكت تونس هو كان عنده اتريبيسيون دو بلانيفيكاسيون
البرون تونس. هذا تطور المدينة نحو شمال المدينة وشمال شرق المدينة في عدم توازن بين ما يسمى لبسان بالتبعي لا ويليا لبروا نستخدم اللي هي مسؤول دولابيل جنوب المدينة والشمال المدينة ستسكن هنا فما برشة ماشي جاي دوك نزل نبنيه مدينة في جنوب المدينة المدينة المنزل هي المروج دوك تلك المروج لا هما الواطنين التونسيين ما حبوش المروج حتى يحبوا غير لا فالوريزاسيون سوسيال حبوا على المنازل واصل يعني تمشي الجبال للنحل وتخرج للبزار دوك جاء سياسة وحد حدينا منها قلنا نعمل المروج بور اكيليبري ونحكي طبعا مدينة المروج نجم نقولوا أن نشأ elle a absorbé tout le surplus de demandes de logement. Donc, à l'heure où je disais, il y a une politique de la ville. On a un secteur. Je ne sais pas, il y a des morales. À la carte, qui m'a fait le Mohamed, 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 qui m'a fait le lotissement de Mohamed. بعد ما كان يتم لوتسمون بروج اثنين هذا اللي كان هو في الوقت اللي اسمه في الشبان بين البروج واحد والبروج اثنين دونك ناخذ مثال هذا حي مدينه البروج هي مدينه متقسمه بين اللي هي بروج اثنين بالعروس بروج اثنين وبقيه البروج واحد ثلاثه اربعه خمسه بالعروس وعمرنا ما تحسب حتى مثلا لازم تتحدث عن مدينه البروج لا بين البروج اللي هي دو فيت يسمح معناتها فيها كل المتطلبات فيها السكن، فيها الشباب، فيها للوزير، معناتها آلاف، معناتها يسكنوا فيها من مختلف الشرائح الاجتماعية، الوزير يسكن في المروج، وكاتب الدولة يسكن في المروج، واللي بي دي جي يسكن في المروج على بداية المقاصد عام 70 إلى آخره، ومدينة مترابطة، راهو كبيرة وتنجم أون كاي أون بوليتيك دو لا في، ودوني بلوس دابورتونس لا في، ودا قاعدة مثلا أحد الحاجات كنا نجم وتأخذ طابع عمراني وحياتي وجمالية على المدينة ونعمل في وسطها جامعة جامعة مفهومة يونيكول سوبيريور لونسينيمون نجيو نحنا توا الجامعة اللي هي موجودة في قطر شكون يعرف مثلا ما يسمى تي بي اس توريزم بزنس سكول هي مؤسسة جامعية هامة جيت في قطر في المدينة في المدينة تسعى ما وراء تهميش للبيت اللي تنجم تكون مركز معناتها تعرف او اشاعه ومركز معناتها تنجم تاخذ به من الاوتوريتي من البروج وتهميش للطلبه اللي مساكن يقعدوا حتى يخلطوا للبيس ومتوفى ما يلقاوش من دونك هذا مثلا من الاختلالات اللي حبيت مثلا نطرحها التشكيله الخمسه هما انا سماهم الاستاذ استاذنا سي مرشد الشابي هو احد المخططين معناتها المخططين الحضاريين من تمام الشتات اللي هو كان منظم لمدينه تونس سكي لابيل هو لابيتا بيريك يوبا لابيتا سبونتاني بيريك يوبا اللي هي اللوحه الخامسه تكون عند مدينه تونس اللي هي حي التطرف دوار هيشم سيدي حسين جياره دونك انا عملت مشيت في خمسة لوحات، اللوحة الأولى مدينة العتيقة، اللوحة الثانية اللوحة الثانية اللي هي المدينة العصرية، اللوحة الثالثة اللي هي المدينة الرسمية منتجة الدولة التونسية، اللوحة الرابعة اللي هي الأحياء القزيرية الجيل الأول، والأحياء الشعبية بعد معناتها فيما سميت الدول هيشم. وهذه فكرة مفاجئة، أنه خمسة التشكيلات هذوما يعني تقريبا كقراءة سوسيولوجية زوز تشكيلات اجتماعية. تشكيلة أولى اجتماعية تسمى الطبقة الوسطى تسكن في المدينة الرسمية، والتشكيلة الاجتماعية الثانية اسمها الطبقة الشعبية في بلاس بوبيلار تسكن أكثر حتى في الأحياء اللي تحدثت عليها. ولأن المحور بتاع المدينة بتاعي شنو العلاقة؟ والنموذج مدينة تونس على ماذا يقوم؟ هو الحقيقة أنه الفكرة الأساسية هو التقارب الكبير والتزايد والتآزم بين الطبقة الاجتماعية الأولانية الطبقة الوسطى والطبقة الشعبية وهذه خاصية ما نلقاوهاش في المناطق ما نلقاوهاش في المناطق
ما نقضيش في وجود أمريكا اللاتينية وإن فما حدية كبرى في التقارب. إحنا نقول نقاو كل حي راقي نسبيا جنب حي الشعب أبروكسيميتي معناها وقبل نحب نمشيو للمنازل الملوج بعدها حديها للنيل بحديها ولنا الملاحظة الثانية هي دراسة السوسيولوجية نبحث عن العلاقات بين الطبقة الشعبية والطبقة الطبقة الوسطى هو أنه العلاقات فما معناها زوز العلاقات أنه علاقة بايديا أن الطبقة الوسطى تمشي تعمل الأسواق المحمولات التجارية تحت الطبقة الشعبية في الأسواق تحت الطبقة الشعبية يمشيوا لابن خلدون يمشي يقضيهم دونك فما بالبروكسيميتي وفما اون براتيك دو ليسباس مش تاتيا وأي الحياة الشعبية يمشيوا يمشوا يقابلوا ناس العشية منار المنار ويصلوا إلى آخره وهذه راهو علامة صحية مش موجودة في المجتمعات نجموا ندخلوا في تفاصيل أكثر حول القصص الاجتماعية بتاع كل وهذا اللي باش نقول الخاتمة بتاعي أنه هذا النوع من التأثر الاجتماعي والروابط الاجتماعية مع اختلاف كل واحدة هي فيها تفاصيل الطبقة الوسطى فيها تفاصيل والطبقة الشعبية فيها تفاصيل أما فما نوع من التأثر الاجتماعي والملفية الاجتماعية تخلي أنه الثورة نجمة ترجع لأنه من عالمية الثورة التونسية أنه في حركات احتجاجية لم تكن موجهة نحو طبقات في حد بنات العرب لم يكن هناك تطاحن أو اقتتال أو حتى عنف بين الأحياء أو بين كان هناك اعتقال وحتى ما بعد أحداث 14 في وعند تكوين لجان الأحياء كان هناك تنسيق بين مختلف شباب هذه الأحياء أقف عند هذه النقطة ونقول نقطة بها أن نطر موديل ريفولوسيونيري إلي ديابل لأنه البناء الاجتماعي فيابل وأنه ممكن نمشي إلى مرحلة أخرى في بناء الدولة. شكراً. شكراً للمدير وشكراً على النوت بوزيتيف. شكراً على النوت بوزيتيف اللي طلعت من اللي احنا اعتقدناه هي للبرمجة ولكن في الأخر كل محل إيجابية طلعت من يعني تنظيم الفئات الاجتماعية اللي تعمل تنظيم التخطيط الحضري ما غير ما نطول أكثر لأن الوقت غير في برشا نمر لماهر الزغنامي ماهر هو باحث عن اجتماع التدين والظواهر الراديكالية هو مسؤول قسم البحث في مؤسسة الياسمين مش يقدمنا مداخلة عن الاستبعاد الاجتماعي والانعكاسات قراءة في تفرز الظواهر الراديكالية تفضل معي. ولو كان ممكن تفضل حتى الوقت الغداء يظل يمشي ديما الأخراني منظومة الغرب. هو في الحقيقة مداخلة ماهر هي كانت يعني مركبة المداخلات كانت منظمة بشكل أنه كل واحدة تبني على اللي سابقتها وماهر المفروض أنه يختتم المداخلات هذه فيبني على العناصر المداخلات الثلاثة فصحيح باش نظلموه شوية ولكن نتمناو أن سعيد جدا بمجالسة سيدتي المفاضل سعيد بوجودكم نحن في إطار البرنامج الجديد اللي أعلنا عليه اليوم اللي هو برنامج المدينة يعني سياسات مدنية وسياسات عمومية التي تتنازل في المدينة القدماء كانوا يقولون لا يفتى ملك في المدينة توا ولا فمسي نبيل وفمسي حاتم وفمسي حمزة وفمسي سيد فما عادش فما حل كبير يعني قبل ما ندخل يعني في المداخلة اللي هي الحقيقة تقنية شوية لأنه عندها علاقة بالأرقام وبعض النقوص الإحصائيات وبعض المعلومات التركيز وحتى تتبع سيارة شخصية لحياتات أفراد نحب نعرض على سنبيل في مسألة التلف ما بين الأحياء الشعبية وأحياء الطبقة الوسطى لدى قادسية هذه المقاربة في تصوري يعني مقاربة قديمة شوية لأنه
المسألة غير طوضة اللي شفتوه انتم من خلال المدارس اللي تقدمون في خلال الأرقام، فأنا لا أخير من خدوم لذلك أنا نصف حياة من خدوم. وأكثر حاجة ما رفض حياة من خدوم هي الفريق من حياة من خدوم وكلمة وده حياة من خدوم ما تنظر من يأخذ الدهوية وشبيك حياة من خدوم خاطر وده وغير من برشا خاطر جماعة المنزل يجي يشيري مغاز فلا يعمل قهوة في المنزل لا يشيري من فريق حياة من خدوم مشكلة كبيرة برشا يعني. الاستبعاد الاجتماعي وانعكاساته وما يفرزه من الظواهر الراديكالية هذا هو هذه هي خلينا نقول روح المداخلة الظواهر الراديكالية بطبيعة الحال هي تصنف إلى عديد الأنماط أو إلى عديد النظريات السوسيولوجية ومنها بالأخص الظاهرة الراديكالية الدينية أو التدينية العنيفة وهي عين مسؤولها عليه بالترهاب الإسلامي اليوم ويمكن أن نحددها بالتعيين في السلفية الجهادية بشكلها المتبني للأعمال الجهادية فهذا من حيث التعيين ومن حيث المفهمة لما سنتطرق إليه بطبيعة الحال ما تفضل به الأساتذة قبلي كان يتمحور حول الاختلاف في مستوى الاتساق ما بين الرسم الاستراتيجي وما بين تنزيل السياسات العمومية هذا الاختلال أدى إلى عطوبة في مستوى السياسات القطاعية منها السياسات الاقتصادية طبعاً منها السياسات العمرانية ومنها ربما السياسات التربوية والثقافية والاجتماعية هذا انعكس بدوره على الروابط العلاقية القائمة بين الناس المسجلين على الرقعة الجغرافية في أحيانهم ربما هذا الاستبعاد كان أهم تمظهر معبر عنه هو ما قاله حمزة يعني حول مسألة التفاوت الجهوي ومسألة حمزة كان عنده دولة الأعداد يعني في هذا السياق أنه فما تفاوت جهوي كبير ونادى دستور يعني بمسألة التمييز الإيجابي الإشكال الحاصل الآن أنه الاستبعاد أو التهميش لم يعد مرتبطا فقط بالتفاوت الجهوي بل أصبح يمتد إلى أن يلج إلى مستوى المناطق الواحدة يعني في نفس المنطقة تجد أحيانا طبقة وسطى نقول هذا بشيء من التجوف وبدون استغراق وأحيانا تجد مهمشة هذا التهميش ولد شعور بالاستبعاد الاجتماعي يعني الاستبعاد الاجتماعي لو أردنا أن نعبر عنه لقلنا أنه استبعاد مزدوج بمعنى أنه استبعاد مسلط من قبل الدولة المحتكرة للحكم والتحكم في فترات سابقة وهو ما يكون إلى الآن وأقصد المواطنين من كل دوائر الفعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي فنحن نتحدث عن الاستبعاد بهذا المعنى لا نختزله بمعنى الفقر والتفكير فقط ولا بمعنى أن يكون استبعاد خطي أي بمواقع الأفراد فوق أو تحت بل يتعلق الأمر كما يعبر عنه أبنى التران بمسألة الاستبعاد من الدوائر يعني أن تكون داخل أو خارج دائرة داخل أو خارج دائرة الفعل السياسي داخل أو خارج دائرة الفعل الثقافي داخل أو خارج دائرة الفعل الاجتماعي ما يثبت هذه الفرضيات الحقيقة هو استبيان قمنا به صد مؤسسة ياسمين البحث والتواصل في أحياء يعني توصم بكونها أحياء مهمشة في منطقتين المرسى وسكرة والاستبيان الآخر في الحقيقة هو شديد قلنا به على الكنوز الكبرى للكل فالاستبيان هذا هو أجزاء عين تكون من 400 كتاب من في 1835 أثبت أنه 89.9% من شباب هذه المناطق يعتقدون أنه يتمثلون وجود فوارق كبيرة بين أحيائهم والأحياء الأخرى في نفس المناطق يعني كما تشوفوا هوني هذه النسب الموجودة أعداها 89.9 في السؤال عن مستويات الرضا عن الخدمات الموجودة من قبل الدولة المقدمة من قبل الدولة في الأحياء نجد أنه نسبة عدم الرضا تصل إلى 78.3% نسبة مرتفعة من عدم الرضا
من زاوية نظر أخرى، يعني لما نسألوا على مستويات الغذاء على الروابط العلاقية الموجودة بين الناس المسافرين على الرقعة الجغرافية، أم تراضي على مستوى العلاقات بين الناس الفرنسية؟ نلقاو نسبة الغذاء تطلع حتى 62.6%، وهنا نشوفوا التحوش المؤشرات. وقت نسألوا على مدد اعتزاز فونتك وتوسي نبيل، كان هو معناها كان يتكلم يقول انه يوجد تزايد مع قايه محمديه وقايه ضامن، فنسبه الاعتزاز بالحومه تخلق حتى 80.2%، وهنا نلقاو مفارقة ما بين عدم الرضا عن جودة الخدمات المقدمة، الشعور بالاستبعاد والشعور بالانتماء الشديد. فهذايا يعني الانتماء الشديد هذايا اللي نشوفوه ينجم يكون مسألة صحية كما ينجم يكون مسألة معتدة. لماذا؟ لأنه قوة الشعور بالانتماء مثلما تنتج ظواهر سليمة مثلما تنتج ظواهر معتدة أو ظواهر راديكالية بالأساس. فالجماعات الراديكالية تقوم بالأساس على روابط علاقية متينة وقوية جدا. ما يثبت هذا وقت نسأل على مسألة الضبط الاجتماعي، ما الذي يضبط العلاقات الغير موجودة؟ نلقاو 65.3% عدد متعفون، في حين أنه تتدنى النسبة إلى 12.4% للقانون بتاع الدولة. مسألة الضبط الاجتماعي للعلاقات اللي موجودة هذيا بالطبيعة نلقاو زادة 22%، ما نحط عليها هذا القانون بتاع الدولة لا بالضبط الاجتماعي للعرف. هذيا معناها يخلينا نتساءل الضبط الاجتماعي هذا إلى ماذا يؤدي بالأساس؟ هل يؤدي إلى الظاهرة الراديكالية أم إلى غيره؟ إذا نحن أمام حالة من الانتماء الشديد القائم على الشعور بعدم الانتماء. شدة الانتماء للمنطقة هو يعني من وليد الاستبعاد الذاتي. هؤلاء الذين استبعد اسلافهم طيله عقود من الزمن بمقتضى السياسات المذكوره اصبحوا هم بذاتهم يستبعدون ذواتهم ويؤسسون يعني نوع من الانغلاق الاجتماعي في تعبير البيت، يعني يبتعدون عن كل دوائر الفعل الرسمي ويعتبرون كل ما هو رسمي هو معادي له. بطبيعة الحال أهم تجليات الرسمي بالنسبة للمستبعدين الاجتماعيين هو الجهاز الأمني. فهذايا باش نشوفوا فيه يعني إبداعات، معناها تخلط العداوة مع الجهاز الأمني إنه الناس يترصدوا أي حدث سياسي للمواجهة، ثم يترصدوا أي مباراة كرة قدم للمواجهة في مدارج الملاعب، ثم والتعبير يعني الأغر هي ما يعرف عنه ما يعرف بدفينة العازب في الحكومة الشعبية، معناها شنو هي العلاقة بين شخص عازب مثلا مثلا إذا رحمة الله، يعني الطقس الجنائزي الديني إنه مش تثبت من شخص يتحول إلى مواجهة مباشرة مع شخص. يعني في أحد التعبيرات الاحترافية ما بين جهاز الأمن السابق وما بين شباب المستبعدين. في الحال هذا ما يعطي ما يخمر بخمار تليني المسائل بتاع المواجهات. فهؤلاء المستبعدون الذين يتحولون فيما بعد جزء كبير منهم هو الذي يؤسس الطبقة العامية السلفية الجهادية الراديكالية المتبنية الأعمال المادية. من قبل اختلاعي من خلعة السلف الجهادي كانوا ينعتون عون الشرطة بالهنش أو الحاكم أو غيره. من بعد اختلاعي من خلعة أصبحوا ينعتونه بالطاغوت، يعني نفس العداء هو موجود لكن يتغير في مستوى النعوت. الاستبعاد الاجتماعي طبعا يغذي استراتيجيات للرفض. استراتيجيات الرفض هذه رصدناها من خلال متابعة سياق الشخصية لبعض الأفراد يعني على سنوات متعددة. وجدنا ثلاث أشكال أساسية من استراتيجية الرفض. الشكل الأول من أشكال الرفض هو الانقطاع عن الإنتاج والانخراط في المشاركة الاجتماعية بجميع مستوياتها السياسية والمهنية وربما العائلية في بعض الأحيان، والانكفاء للمخدرات الثقيلة. طبعا لأنه ولا فهم التفصيل للمخدرات الثقيلة المخدرات الخفيفة في المخدرات يعني نجم سبب
اشكال ردود الفعل الرافضه هو الاندماج في الاجهزه المرفوضه ذاتها بمنطق سنكون كما قرات. يعني هؤلاء المستبعدون الذين لهم عداء شديد مع جهاز الامن، خلينا نقول يعني للتنسيب في فترة ما قبل 14 في 2011، هؤلاء الذين لهم عداء كبير لجهاز الأمن وجهاز الشرطة ويدخلون معه في مواجهات متتالية، وقت يتسأل شنو تحب تخدم يقول لك يا ملازم يا مش لازم، ما فماش معناها، هو بيدو عنده نفس العداء وبعد وقت شنو باش يخدم بوليس. وهو تعبير أحد المستجوبين، يعني هذا سيكون كما أردتم، هذا نوع من الرفض الناتج عن التسليم لاستحالة الخروج من دائرة الاستبعاد وانسداد الفرص في غير ما رسم وفصل على مقاسهم كجيش احتياطي لأصناف معينة من العمل، ولذلك يكون اندماجهم اندماجاً معتاداً ومتبرماً ولا يمثل أبداً إضافة للجهات المنتدبة لهم، بل بعكس ذلك. الشكل الثالث من أشكال الرفض واستراتيجيات الرفض المذكورة، وهو أكثرها حتى في الحقيقة، هو رفض ما عبروا عنه بالتطعيم الممنهج. ثم رفض أشكال الرفض ذاته، يعني إذا كان الثورة هي شكل من أشكال الرفض، السلفية رفض الثورة أصلاً، على اعتبارات متعددة عفواً، أهمها أنها هوامش على خطة التطعيم الممنهج هذه ومكملة لها، يعني التعبير اللي قالوه من تهر من يجي فيه، يعني كما قلت كما توا زايد معناها. قد يكون هذا أحد أسباب لدوام البحث عن السياق الأكثر غرابة والأكثر خرجانية عن الموجود والأكثر راديكالية أيضا، وهذا ما نلحظه جليا في الظاهرة السلفية الجهادية المذكورة. فنجد أن جزء كبير من عوام السلفية الجهادية لا يضعون أمام اتجاهين إلا واختاروا الأكثر راديكالية منه. مثال ذلك يعني تمييز أو تفضيل والاتجاه، يعني نحن السلفية الجهادية المتبنية الأعمال المادية في مقابل يعني التي تعتبر تونس أرض جهاد، في مقابل السلفية الجهادية التي تعتبر تونس أرض دعوة ومتمثلة في مدرسة الشيخ الخطيب الإدريسي. لن أتجه من أمجد. يعني فقلنا ثم أيضا نفس عفو قلنا أن التغذير الشرط لحظة ثانية أرجو إلى قاعة الهدوء أتكلم لأنا ما نشوفش الوصف في وسط دور المجيش. قلنا ثم تفضيل تنظيم الدولة أو داعش لما برزت داعش على الإسلام الذي كان أكثر راديكالية فيما قبل وهو تنظيم القاعدة، فأصبحوا هؤلاء يسمون مثلا أي من ظواهر الشيخ الخلف لأنه الإسلام خفيف، يعني الإسلام لايت أي من ظواهر تنظيم القاعدة بالمقارنة مع داعش، فأليا يتجهون إلى الأشكال الأكثر راديكالية. كل هذه العوامل طبعا تتضافر لتفسير الظواهر الراديكالية التدينية وتصاعد القبول الاجتماعي لها. بالنسبة للقبول الاجتماعي طبعا نحن نفصل بين المقبولية الاجتماعية والقبيلية الاجتماعية والبلعة من الظاهرة أو الانسجام التام مع الظاهرة والتبني لها. بالنسبة لحال المقبولية الاجتماعية أمر بسرعة، يعني في استطلاع ميداني أجرته منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية في تقرير الحالة الدينية والحرية التضامنية في تونس صدر في 2016، بين أن 28.6% من المستجوبين الذين يميزون بين أنواع من السلفية يعتبرون السلفية الجهادية ظاهرة مقبولة، و 71.4% منهم يعتبرونها غير مقبولة. طبعاً هذه الأرقام هي أرقام نسبية لأنه فما عملية نتاع تصفية ونتاع فلتراج، فوقت نقول 71% ولا 22% هذه راهو من بعد عملية التصفية، من بعد ما صفينا يميزوا ما بين سلفية جهادية وسلفية علمية بالأساس.
الشريحة العمرية الأكثر تقبلاً بهذا هي شريحة شباب من 18-35 كما تشوفوا أمامكم في الرسم. المقبولية الاجتماعية متغير التمدرس. لماذا متغير التمدرس؟ لأنه متغير التمدرس على أساس أنه المسعد الاجتماعي والسلم الاجتماعي وهو أكثر القطاعات التي خلينا نقول يكون فيها مبدأ تكافؤ الفرص. بين الاستطلاع الميداني أن أغلبية القابلين بحجم ظاهرة سلفية جهادية من فئة 18-35 هم من مستوى التعليم الجامعي بنسبة 57%، في حين أن أقل نسبة منهم هي تلك التي لم تتجاوز المرحلة الابتدائية والذين لا يمثلون 5%. وهذا من الفرضية اللي نسمع فيها كل يوم في التاريخ، أنه الظاهرة هذه هي ظاهرة متاع منقطعين عن الدراسة، متاع عدم متعلمين على أساس أن المتعلمين وكي هذوما راهم مش يتجهوا الضرر هذا الكلام، في حين انه بالعكس وهذا ما يخلينا نحكيه على السياسات العموميه الان. السياسات العموميه اصبحت عاجزه عن يعني مفهوم التمدرس او تدني التمدرس لم يعد له علاقه يعني بتدني مستوى التعليم بقدر ما له علاقه اقصد بتدني مستوى التدرج في السلم التعليمي بقدر ما له علاقه بتدني مستوى التعليم بيده، تدني مستوى ما يقدر. يعني اصبحت هذه المؤسسه التربويه عاجزه عن التربيه وعاجزه عن لعب دور ترسيم المكملات. في مستوى الاختصاصات الجامعيه للقابلين بهذه الظاهره، يعني كان هناك فرضيه اشتغل عليها الاستاذ عبد الفتاح الهماسي والاستاذ عبد القادر الزغل رحمه الله على يعني المنتسبين للحركه الاسلاميه في المدينات وكانت على فئه من المجهولين السياسيين، واثبتوا يعني بالارقام ان جلهم هم من اختصاصات علوم صحيحه، واسسوا فرضيه تقول بان العلوم الانسانيه هي محسنه للعقل ومنميه للعقل النقدي بحيث لا يتجه نحو هذه الاتجاهات. يعني هذا كلام في ذات الوقت. الاستاذ عبد اللطيف الهرماسي تراجع عن هذا الكلام واعتبر ان الظاهره السلفيه يعني هي غير ظاهره الاسلام السياسي في وقت من الاوقات، ومع ذلك يعني مازال الاعلام يتناول هذه الفرضيه على اعتبارها فرضيه مؤسسه. نجد يعني في الاختصاص، وهذا ما يفيدنا الى ان المؤسسه التعليميه والتربويه اصبحت عاجزه بكل مستوياتها وبكل اختصاصاتها عن تحسين الشباب من اللجوء الى هذه الدوائر. متغير التدين على اعتبار انه التدين يعني هو السمت الذي يسبق هذه الظواهر، فما يقال عن هذه الظواهر انه اسلام جديد، اسلام غازي، اسلام جاي يعني من القنوات الفضائيه، كانه الظاهره هذه ما عندهاش جذورها الحقيقيه في تونس، في حين انه كل ما قيل حول اختلالات السياسات العموميه هو ما يؤسس فعلا لهذه الظاهره، يعني مساله الاستبعاد الاجتماعي وما يحيط بها من متغيرات اخرى هي ما تؤسس فعلا لبروز هذه الظاهره. فمتغير التدين هو متغير يعني مكمل ويعني ياتي في مرحله ثالثه ربما بعد المتغيرين الاولين وربما متغيرات اخرى ليسبق هذه الظاهره بصوره دينيه. بطبيعه الحال هذا ايضا عجز اخر في مستوى السياسات الدينيه ان جاز التعبير ذلك. نحن في تونس الى حتى 2014 لم يكن عندنا استراتيجيه لاداره الحق الديني. مفهوم الامن الروحي كمفهوم الامن الحضري هم يعني مفاهيم غائبه بتاتا في مستوى صناعه السياسات العموميه التونسيه. الحق الديني في تونس يعني هو حق فارغ بما جعل من الشباب فاقدين للمناعه المكتسبه من حيث التلقي الديني، وهذا ما انتج يعني بطبيعه الحال وافرز سوق موازيه للدين. السوق الموازيه للدين يعني احتل بمفهوم احتلال المجالات احتلها هؤلاء المستبعدون الذين وجدوا يعني ضالتهم في مجال ديني معين فاحتلوه يعني واسسوا لفرضياتهم ونظرياتهم وكانوا فعلا مقنعين وجاذبين للشباب. ما هي درجه يعني هؤلاء يعني الذين يقبلون بالظاهره السلفيه درجه تدينهم في علاقه بالسلفيه الجهاديه طبعا تصل الى 70.10%. طبعا هذا اذا ما اعتبرنا تمثيلهم الذاتي عن تدينهم مقابل للواقع.
ما نقوله هو أنه يجب النظر في متغير التدين لا على أساس كونه وحدة ثابتة قائمة الذات منتهية التشكل كاملة الملامة، بل على أساس كونه متغيرا خاضعا للبلورة والتقولب وإعادة التقولب حسب السياق والمعادلات المختلفة لأشكال التوازن والتفاعل الداخلي لمحدداته المتحكمة في إنتاجه والمشكلة له، كقنوات التلقي الديني مثلا، أنماط الخطاب الديني الرسمي الذي هو أساس مغارب، يعني تسمع الوعظ الديني في الوطنية واحد، وتسمع يعني الخطاب السلفي، الخطاب السلفي فعلا تلقاه مقنع لأنه يلامس يعني كيفاش نقولوا مش مشاغل نتاع العباد، لكن ما يحسوا بها. هؤلاء السلفيون لهم استراتيجيات حقيقيه، يقدمون انفسهم على اساس انهم من نفس الطبقه المستبعده، وهم مناصرون للمستبعدين، ويقدمون انفسهم من شيره اخرى على سبيل انهم حماة الدين وناصرين الدين. فهذا ما يفسر الجاذبيه، في مقابل ان الدوله لم تؤسس لسرديه وطنيه جامعه تحصن من هؤلاء الشباب من الاندماج في الظواهر الراديكاليه. من بعد متغير التدين طبعا نجد متغير التسلسل. التسلسل وهو اخر المراحل، وهنا اختم، يعني هو متغير جامع لكل المتغيرات التي اسلفناها. فهو نمط من الانماط التي يمكن انتاجها، او تمثل السوسيولوجي من التنظرات التي يمكن معاينتها. ناخذ على سبيل المثال تداخل متغير الاستبعاد الاجتماعي مع تمثل نص ديني معين. استبعاد اجتماعي مع نص ديني، مثلا حديث الغرب، بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا، طوبى للغرباء. يعني هذا مباشره يؤدي الى الانعزال الذي يتوفر يعني على قدر من الاندماج الاجتماعي. مسألة دوزاج، يعني مسألة كيمياء، يتوفر على قدر من الشعور بمحاولة الاندماج الاجتماعي مثلا، يتمثل هذا الحديث الديني أو هذا النص الديني تمثلا أكثر. فبهذا يعني يجب أن نلاحظ جيدا جملة المتغيرات والتوازنات الداخلية في تفاعلها مع محيطها الخارجي حتى نستطيع أن نستشرف ملامح التنظرات السوسيولوجية للظواهر الراديكالية أو غير راديكالية. فهذه التغيرات في تفاعلها بين بعضها البعض يمكن أن تجد سلفية علمية في منطقة حمام النمف والزهرة، لأنها منطقة طبقة وسطى، ولأنها ربما يعني تبحث عن الاندماج الاجتماعي. لما سألنا يعني المستجوبين في المناطق هذيك، والظاهرة السلفية العلمية التي هي لا تقوم بخروج يعني عن الدولة، متركزة أساسا في منطقة الطبقة الوسطى في حمام النمف وزهرة، في حين أنه المستبعدين اجتماعيا من حيث التضامن، من حيث المقدمون كذا، والآن أنهي، هم يتجهون بالأساس إلى السلفية الجهادية والراديكالية. وشكرا معكم على الاستماع. الوقت قصير، نحب نخليه واحد 10 ساعات 4 ساعة للنقاش. كما تلاحظوا ناقش ماهر جملة من المقولات التي تبدو إجمالا كمسلمات بخصوص تفسير الظواهر الراديكالية والإرهاب، عبر تقاطعات ما بين مجموعة من الدراسات الميدانية، بين أنه جذور الظاهرة مش كيف ما احنا إجمالا منورة في الدائرة الثقافية فقط، وإنما يربطها هو بالاستبعاد الاجتماعي في تمظهراته المختلفة. إذا حسب رأيه في هذا الإطار اللي نجم نفهمه يعني الظواهر الراديكالية ضمن الاختلالات والانعكاسات اختلالات السياسات العمومية السابقة في إدماج الفئات المهمشة. بالملاحظ ترابط الظواهر الاجتماعية اللي حكينا عليهم والإشكالات اللي طرحوها المتداخلين المختلفين، هذا دليل
نعاودوا نرجعوا نقول الشيء اللي اشرته في بدايه المداخلات اليوم الصباح اللي هو الطبيعه المركبه للاشكاليات اللي نحن بصدد ولا بمحاوله معالجتها. يعني الطبيعه المركبه هي تفرض علينا مقاربه تتسق مع هذه الطبيعه المركبه، يعني تتجاوز القطاعات المختلفه، تخلينا ننظر الواقع في تركيبته الحقيقيه بتعقيداته. تعقيد نحكي على الكومبلكسيتي مش الكومبليكاسيون، الكومبلكسيتي هي حقيقيه لا ادل على ذلك من انه تحط صبعك على اشكاليه تلقى روحك في اشكاليه اخرى، تحط صبعك على اقتصاد تلقى روحك تحكي على اشكاليه التربيه، تحط صبعك على التخطيط العمراني تلقى روحك تحكي على انتاج فئات اجتماعيه مختلفه ماناش قادرين ديما على ادماجهم في السياسات الاقتصاديه. نحكيو زاد على الاقتصاد الموازي. اذا اشكالاتنا مرتبطه بشكل كبير ومحاولاتنا لانه دائما نجمعوا يعني ديزاكتور ديفيرون، نجمعوا المواطنين مع ناشطين المجتمع المدني مع الاكاديميين. ربما انتم فما ناس قالوا لي شويه اكاديميه المداخلات، الحقيقه احنا عن قصد خليناها يعني حتى نقرب المقاربات الاكاديميه هذه اليوم من الوعي العام. نحتاج اليوم انه الجامعه تخرج من الجامعه، انه الاكاديميين يخرجوا من الدائره الاكاديميه فقط، لانه نحن فعلا محتاجين للمقاربات ومحتاجين هما انفسهم التفاعل هذا معكم انتوما. فنحن عن قصد احنا يعني للبلاتفورم هذوما نصروا حتى يصير تفاعل. طبعا هذه بالنسبه لنا احنا هي المصافحه الاولى في اطار برنامج المدينه. احنا عملنا ندوات سابقه كثيره في موضوع السياسه العموميه والان صار دمجها في اطار برنامج المدينه. فطبعا سيكون لدينا لقاءات اخرى، لكن قبل ما نختتم نحب نخلي فرصه لتكون عنده اسئله. مانيش يكون عندنا فرصه ناخذ اكثر من ثلاثه او اربع اسئله ماكسيموم. ف الرجاء ان يكون سؤال حقيقي مش مداخله ولا تعقيد ولا تعليق من غير فرصه. عندنا مداخله هنا واحده قبيله ثم اخت مداخله. اوكي قبيله وي أول حاجة جو les différents intervenants. C'est un premier chat qui me sourit. Je suis francophone, donc je vais poser mes questions en français. Il y a quelqu'un qui, si Nabil, vous avez fini en effet sur une note positive. Donc moi j'ai une question sur le futur. Aujourd'hui, ma question est dirigée vers Sihat et Nabil. Vous avez parlé des lois qui ont un poids très important dans la planification urbaine. Aujourd'hui, on a la loi des collectivités qui va être votée et entre autres, des collectivités qui vont avoir de plus en plus de poids. Sincèrement, vous nous avez brossé une planification historique, j'ai envie de dire, un peu, je dirais pas le mot noir, mais dans le sens pessimiste. Voilà, le mot que je cherche, c'est pessimiste. On a eu énormément de politiques sectorielles. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer que dans le futur, au niveau de, en tout cas local, on puisse avoir des politiques de la ville intégrées? Donc, si on peut un petit peu parler d'avenir. Ça, c'est ma première question. Ma seconde question, si Nabil, vous avez parlé des différentes strates urbaines. Et en fait, on n'a pas eu, vous n'avez pas parlé du projet urbain et du lac, des berges du lac qui vont être accablées, au niveau sociologique justement, leur interférence et leur relation avec les différentes autres strates. Et est-ce qu'aujourd'hui, vos deux interventions, vous avez parlé du district de Tunis, qui avait une planification à l'échelle du Grand Tunis.
Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a une planification à l'échelle du Grand Tunis? اقتصادي اجتماعي حتى ديني من ناحيه اخرى، وانه تلقى تفقيدها وتفقيد خاصه الطبقه المتوسطه يولد الحق الاجتماعي، تولد السرقه، تلقى المنار بجنب الجبل الاحمر، تلقى حيطان بجنب الناصر، تلقى بارد بجنب السجون من السجن. هذه السؤال الاول. السؤال الثاني بخصوص سي ماهر، انه ما تقدرش تروش للتسكيل اللي كانت عملته الدوله في السواق بطريقه ممنهجه والى الاخر على السبب على الامور المتعلقه بالدين والتصحر الديني اللي موجود، خلى الشباب يتوجه المسار الاخرى باش يعرف دينه من القنوات الدينيه الشرقيه اللي متشده في مصر الى المواقع على الانترنت الى اخره، وانه تاثير الائمه والمشايخ والغايب في تونس وبعدهم على الشعب كما قلت انت يحكي في الوطنيه ولا في اي حاجه اخرى، في حاجه اخرى ان الشعب ما يهموش ولا مش مهتم بها. المهم جزء الاسئله. شكرا محمد الفرقلتي كاتب اعمال الدماغ والديمقراطيه. طبعا سؤالي موجه للاستاذ نبيل. نتحدث عن 5 انماط عمرانيه متداخله، كل الانماط هي في الحقيقه مهدده. كيفاش؟ النمط الاول مدينه عتيقه، البناءات الايله للسقوط، كذلك تعرضها وانقاذها يحتاج لعنايه خاصه للحفاظ على الحرمه التاريخيه. هناك كذلك مظهر ربما يقلق الان وهو في مدينه سلاطس، في طبعا المدينه العتيقه خرج السكان ودخلت الصناعه الاحذيه وكذلك الجنود. هنا طبعا في حين النمط السادس تحدثت عليه هو كذلك اصبح محل تهميش من خلال بناءات فوضويه وادخال فوضى، يعني بناءات اما عموديه او افقيه، وطبعا ايش اصحابها يقول لك للتوسع، لكن مسؤوليه من؟ مراقبه تلك الاخلالات والحد منها في غياب الرقابه خلال السنوات الاخيره، هل ان السلطه المحليه والبلديه قادره على ذلك دون توفر اراده سياسيه والاطار لتفعيل ذلك ومشاركه الاطراف طبعا المعنيه بما في ذلك المجتمع المدني؟ ان ايجاد حلول عاجله وانيه في انتظار تنفيذ استراتيجيات طويله المدى ومع الشغل. شوف لي بوليتيك سيكتوريال، باش نجاوب بسرعه في الفرنساوي معناها. دونك لي بوليتيك. اي انا محتاج باش نجاوب في الفرنساوي. Ce que nous sommes en train de faire et d'assister depuis 2011, c'est plutôt une gestion de crise. Et qu'on n'a pas encore vu émerger une nouvelle génération de politiques publiques transversales, transsectorielles, qui intègrent différentes dimensions et qui tient compte d'une évaluation du passé. Et on espère que la réforme de l'État et la réforme de l'administration publique portera ses fruits à travers cette nouvelle génération de politique publique. L'impression de projet commun
Bien sûr, c'est une notion complexe, importante. Vous avez posé la question, comment on peut les classer par rapport au paysage urbain que j'ai cité. Les bêtes-culades, c'est une opération particulière, c'est un montage inédit aussi, c'est quelque chose qui est de sa propre logique entre partenariat tunisien-saoudien. Il y a eu ces succès, c'est l'assainissement des bêtes-culades, le lac de Tunis, mais c'est aussi quelque chose qui a connu une ascension vers des classes supérieures et une captation de la rente foncière et urbaine. La notion de projet commun, moi je pense qu'on peut avoir une ambition pour la ville. Je cite deux exemples à travers lesquels on peut reformuler le paysage urbain tunisois. Un exemple par rapport à Saint-Pantaxijou, et là j'invite les décideurs politiques ou les hommes du ministère de l'Équipement à penser un nouveau paysage urbain et un axe qui articule l'Ingister et le lac et Zahir-Chouhedet. Et là, avec ça peut donner une nouvelle dimension à la ville de Tunis et une articulation par rapport à, à ces quartiers, Hayenel, les berges sud, Tarsijoun et Nagisser et Dalchouhede, avec un beau paysage urbain sur le lac sud, il est à la marche. Et avec le nouveau train, le FRFL, ça pourrait être une extension, une belle extension à la ville de Tunis. Deuxième exemple en tant que projet urbain, c'est restructurer l'avenir de Bourguiba. À travers l'avenir de Bourguiba, elle tourne le dos à la mer. La mer a quelques collègues de l'avenir de Bourguiba et créer une promenade qui continue vers le contenu de Tunis. Ça, ça pourrait être un exemple qui peut moderniser la ville de Tunis. Tafkira Tabak al oui, c'est très dynamique. Vous voyez ce que c'est cette romanie qui m'a dit de Tabata Moussa. Ouais, Irgé al-Masra, Irgé al-Masra, الأم والأب خلفوا مستوى معين من العيش أو مستوى معين خاص من خلال التشغيل، لأن ولادهم مش بالضرورة باش يخلفوا نفس الأم، لازم يلزم السياسة العمومية، ما تجي جميع الطبقات الاجتماعية، يلزم برشا مجهود، ما يلزم نموذج جديد باش تنجم نحكي. فقط. بالنسبة للتسليم التونسي، عندنا صفات موجودة في القاعة، نجم نعمل أن تيمونيج، صفات الديريكتور جينيرال et il est l'actuel directeur général de l'aménagement du territoire, et je ne vais pas partir de sa présence de cette question. Merci. J'aimerais bien revenir sur la question de l'humain. أكيد ما نقدرش نفيو وجود السياسيين في العمال، لكن نرجع للأدوات الموجودة في الكتاب، يعني اقتراحات نتاعها نهار من القانون بتاع مجال التنمية المرابية والتعبير، إلى يعني المخططات المديرية الكاملة بتهم يعني مجموعات كبرى إلى أن تنتهي كل ما هو محلي بلدي أو غير بلدي إلى أن تنتهي التفصيلية إلى التقسيمات اسمها حتى هذا التراتب القانوني لهذا في وجود الترسانة هذه القوانين عندنا مشكلة كبيرة إحنا عندنا برشا قوانين في التونسية مش مشكلة في غياب القوانين عندنا تخطيط القوانين لكن كيف يعني أقلمت هذه القوانين مع مقتضيات أو المحلية في التراب بتاعنا. ولهنا تجي المشكلة التخطيط الحضري موجود والركائز نتاعه وضعتها بدات يعني مرسوم بدات على التسليم في تونس هو اللي حصل أهم مخطط يعني أهم مخطط حتى في تونس ما عندناش مش نحكي ويليام قالت يعني مقدمة سيما Thank you.
لكن هذا هو الفائق، هذا الفائق السياسات معتيد وقلت فما الجوانب الجديدة يجب أن تضغ عليها الجوانب السياسية تغيير التمشيات يعني التراكمية الأفقية التكاملية للخراج من السياسات الإبداعية أو السياسات الحضارية هي سياسات أفقية، لكن عندنا توجه خاص لازم تمشي فيها يعني عندها سياق عندها نسق يعني لازم ياخذ الاعتبار مسألة المشروع الفمراني أو المشروع الحضري. المشروع الحضري هو ماهوش مشروع بروجي أرشيتكتوري، هو المشروع الحضري هو مشروع كرادي لازم تستخدم فيه مختلف الأطراف يعني مش الدكتور ما تنجمش أنا نمشي نحكي سوا على الدرجة الخاصة بتاع المرحلة الأخيرة من تهيئة تهيئة البحيرة الشمالية نجيب مشروع يعني مش عارف ماستر بلان جابوا شخص أجنبي يخدموا يحطوا معناها يحطوا على الواقع التونسي هذا الزمان إذا كانش نجم نحكوا على مشروع يجب المشروع الحضري في الشعبين هذا ما نفكر لأي في استرسال مدن المنرهة مدن الفئة الجاهلية الثقافة الحضرية مدن الفئة الوعي الجماعي الجماعي في هذا يعني في مسألة التكثيف التكثيف الحضري التوصف الكسر الحضري يجيب عملية كما كانت مثلا المشروع في السيدة الصغر يجيب معناها ممول أجنبي يجيب لك بروجي معناها خوشي مخدوم عنده هو بين الخليج يحطولك على تونس عملت كثير معناها في سما دبي وخير يجيب لك احنا يجيب تونس مثلا يوم باريس بتاعها او زنفار يجيب لك فيها فلوس 125 تصور الاحرام يعني تسمى في اليوم بشاري اذا تعطيك فالكوتاسيون سوسيال بوج الحضاره بتاعنا ماناش مستنسين لكل المعسكريات الكبار حتى من ناحيه مماسه حضاريه
كما نخدمها في سياق سيطرة الحرق الوجهة المشكلة دو معنا التالي في الجنة من نجاتنا في الجنة في السياق. شكرا. سبب الاسباب يعني طموح الشباب نحو الظواهر التدينيه الاخرى ربما تكون هناك ربما تكون اكثر معناها من فكره الانقلاب او فكره العنف يعني هذا من المسائل البديله. ما صار في تونس يعني بمقتضى سياسه توحيد التعليم وقطاع التعليم الزيتون في الوقت ثم يعني السياسه المبرهنه العديد هي سياسة تشريف المنابع يعني أبرزت تصحيح القرار الكلي وإذا كان كل في مصر تحقيق في تونس وهذا ما جعل يعني الظواهر الأخرى تجد لها مقطع الظواهر التدينية الأخرى تجد لها مقطع مقاومة في الفضاء التونسي وأحتاجت هذا المجال في مقابل إحلال كامل للتدين المحلي وهذا يعني كما قلنا له نتيجه كبيره نحو بروز الظواهر الاسلاميه بشكلها لدي المحلين المتميزين. شكرا. يجب لي